وفي تصريحات الخاصة للتلفزيون المصري أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز على أهمية أن تكون هناك استراتيجية للهوية الوطنية والعمل على تفعيلها، وشدد على ضرورة أن تكون هناك حديث عن الهوية الوطنية متواجد في المناهج التعليمية والفعاليات الثقافية. أهمية أن يكون في استراتيجية وطنية لقصة الهوية الوطنية وتفعيلها بشكل كبير جدا. احنا في حاجة الرسم تاني لملامح الشخصية المصرية وربطها بالثوابت الوطنية والثوابت القومية للدولة المصرية. ده احنا شايفينه من خلال تفعيل المجلس ده او الاستراتيجية دي، ولابد من التركيز على عملية تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص في رسم قضية الهوية دي، الاهتمام بالكادر الاعلامي والكادر الثقافي عشان يحقق هذا الكلام. لابد ان يكون الكلام ده ليه اثر في المناهج التعليمية، مش على طريقة المادة بتاعت حقوق الإنسان، ده تصبغ بيه المناهج التعليمية كلها بحيث إن هي توصل لرسم الشكل ده.